لمناقشة تنامي صراع الميليشيات على المحافظات المنكوبة في ضوء سيطرة ميليشيا علي الأكبر على مبنى محافظة الأنبار بعد طرد سوات منه، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. يعني نعيد على حضراتكم المعلومة، ميليشيا علي الأكبر تستولي على مبنى مجلس محافظة الأنبار بعد اقتحامه طبعا وطرد قوات سوات منه. بداية، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل الميليشيات وأي أيضا الهدف من ذلك؟ أسعد الله مساءك ومساء مشاهديكم الكرام. هذه الخطوة حقيقة هي امتداد لفعل إيراني واضح تماما للسيطرة على محافظة الأنبار التي تعدها عقدة مهمة، سواء في عملية طريقها الحريري باتجاه سوريا أو السيطرة على هذه المدينة المهمة. وبالتالي هذه الخطوة التي جرت في ليلة يوم أمس واليوم تمكنوا من السيطرة الكاملة على مبنى المحافظة واتخذوها مقرا لهم. القضية الآن يعني بعد عندما تابعنا الموضوع بعد قبل عدة ساعات، هم يهددون عناصر الشرطة المتواجدين في الأبنية ويطالبونهم بالانسحاب حتى يأتون بتعزيزات أخرى، لأن هذه المنطقة حيوية وهي المنطقة تقع في شرق الرمادي من كلية المعارف أو ما يقابل كلية المعارف باتجاه كلية الزراعة. هذه أبنية فيها المحافظة وفيها إدارات المحافظة جميع المديريات البلدية والنزاهة وغيرها، وبالتالي يريدون السيطرة على هذه الأبنية الممتدة من كلية أو جامعة المعارف أو كلية المعارف الأهلية باتجاه مدخل الرمادي الشرقي باتجاه المدينة للسيطرة الكاملة على هذه المدينة بطريقة واضحة. أستاذ عبد القادر، هنا أين الدولة من هذه العمليات التي تستولي بها الميليشيات على أملاك الشعب، سواء كانت هذه الأملاك مباني حكومية أو أراضي تابعة للدولة؟ أين الحكومة من كل ذلك؟ الحكومة بالتأكيد متواطئة، لأن عندما كان هناك غضب شعبي ولا زال في محافظة الأنبار كانت هناك أسئلة للحكومة، الكل لا يعلم بالقضية وحتى قيادة عمليات الأنبار لا تعلم، لذلك هم أعلى من الدولة، مما يؤكد أن سطوة الميليشيات هي الدولة العميقة الحقيقية التي في يدها القرار الأمني والسياسي والاقتصادي. لذلك الدولة متواطئة مع فعل هذه الميليشيات التي تسرح وتعمل على تنفيذ أجنداتها، وبالفعل هي مقدمة لإنشاء المكاتب الاقتصادية، وبالتالي هم يريدون فرض الأتاوات على أهالي الرمادي، وبالتالي هذه الخطوة ربما ستتعزز باتجاه أقضية أخرى، كما المعلومات الواردة هي قضاء الحبانية والخالدية وقضاء الفلوجة، لأنهم يريدون السيطرة على مركز المدن. وهذه خطوة حقيقة ستكون لها تداعيات خطيرة تماما على أهالي وسكان المحافظات. أستاذ عبد القادر، بحسب مصادر موثوقة فإن استيلاء الميليشيات على مبنى محافظة الأنبار يقال بأنه جاء بعد اجتماع سري بين هذه الميليشيات وبين سياسيين في محافظة الأنبار، هل هو اتفاق على تقاسم المصالح تعتقد ذلك أستاذ عبد القادر؟ من المعلوم تماما أن القضية تتعلق بأن السيطرة على المحافظة مع بقاء هؤلاء في السياسة أو بقائهم في المناصب اللي يمثلون هذه المحافظة. وأهالي الأنبار أقولها بصراحة يتهمون محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بالتواطؤ مع هذه الميليشيات حتى يبقى هو المتسيد أو هو الممثل لهذه المحافظة سياسيا من خلال تواطؤه مع هذه الميليشيات. لأنه إلى هذه اللحظة لم يقدم ولم يعمل أي شيء باتجاه هذه الخطوة التصعيدية التي أقدمت عليه الميليشيات. الرمادي ليس فيها أي شيء ولا تحتاج إلى أي فعل، مع أن القوات المحلية تصادمت مع هذه الميليشيات ولم تسمح لها بالوهلة الأولى ووقفت موقف واضح في منعها من الدخول، لكن لم يساندها أحد، وبالتالي كان هناك تواطؤ أيضا من خلال عملية التسوية التي فعلها المحافظ علي فرحان في الرابعة فجرا عندما رأى أن هناك حقيقة تصلب في موقف القوات المحلية من أهالي الرمادي تجاه هذه الميليشيات، لكن حقيقة منحهم أحد المباني المهمة، والآن هم يهددون النقاط الموجودة أو الشرطة
المحليين الموجودين في الأبنية الأخرى من أجل إفراغها والسيطرة عليها. أستاذ عبد القادر، قيل إن الهدف من الاستيلاء على محافظة الأنبار هو من أجل فتح مكاتب اقتصادية كما يقول المراقبون. اللافت في هذا الموضوع أن هذه المكاتب أيضا تواجدت في مدينة الموصل وصلاح الدين وديالة، بماذا تفسر ذلك خاصة فتح المكاتب في المحافظات المنكوبة بشكل خاص؟ بعدما انتهت ورقتهم في المناطق والمحافظات الجنوبية وهدمت مقارهم، لم يبقى لهم إلا أن يحكموا هذه المدن، لأنهم لا يستطيعون الرجوع ولا التواجد في محافظات ثائرة ضدهم. نعم. لذلك هم أصبحوا أصبح زعماء الميليشيات، وهؤلاء مبتزين ماليا ويمتلكون أموال طائلة من خلال المكاتب الاقتصادية التي الدولة تتغاضى عنها ودعمتها، وإلى هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات في الموصل. هم يريدون تكرار التجربة حتى يتم فرض أتاوات على جميع المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة داخل مدينة الرمادي، ولذلك هذه الخطوة أو هذه المعلومة دقيقة، لأنهم اختاروا التواجد داخل المدن، وبالتالي معلوم تماما أن داخل المدن فيها محلات تجارية وفيها عمل تجاري. لذلك مدينة الرمادي عندما يتم التواجد داخل هذه المدينة، فإن المحلات التجارية في شارع السينما أو المحلات التجارية في شارع المستودع أو عيادات الأطباء في شارع الأطباء كلها سيفرض عليها رسوم مالية، لن يسمحوا بفتح محل تجاري بالمستقبل إذا ما بقوا في المحافظة إلا أن يدفع شهرياً، وبالتالي سيفرضون حتى على ربما الحراسات الليلية. اليوم في الموصل معلومات دقيقة أن هذه الميليشيات بدأت تفرض الحراسات الليلية مبالغ من الأهالي يدفع لهم عبر وصولات رسمية. لذلك حقيقة ربما لا نستغرب أن المواطن الأنباري يدفع لهذه الميليشيات بحجة الحراسات الليلية، وهم يتقاضون رواتب من الدولة والدولة ساكتة عن هذه القضية، مما يؤكد أنها متواطئة في هذا الاستهداف. من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.